أهلا بكم. أوصى ملتقى ومعرض السودان الدولي للتعدين في دورته الثانية الذي اختتم أعماله اليوم بفندق الجراند هوليدي فيلا بالخرطوم بتذليل كافة العقبات المتعلقة بالاستثمار في مجال التعدين والحد من التقاطعات بين مستويات الحكم المختلفة، كما أوصى بتحديث قانون الاستثمار ليكون أكثر جاذبية للمستثمرين، هذا بجانب منح الشركات الأجنبية الإذن لتصدير إنتاجها مباشرة مع تسهيل الإجراءات الخاصة بالنقد الأجنبي وسعر الصرف والسعر الموازي وتحديد سعر تحفيزي لشراء الذهب لتشجيع الاستثمار وتوفير البنيات التحتية من الطاقة والطرق والمياه والاتصالات بمواقع التعدين وتأهيل شركات خدمات تعدين عالمية للنهوض بإنتاجية شركات التعدين. ومن جانبه أكد وزير المعادن الدكتور أحمد محمد صادق الكاروري حرص الوزارة على تجويد الأداء وتحسين إدارة قطاع التعدين بالسودان لإسهامه في الناتج الإجمالي وتعظيم الاستثمار والاستفادة من مخلفات العملية التعدينية في إطار الحفاظ على البيئة. قدام كثير جدا من الشركات سواء كان محلية أو أجنبية للاستثمار في مجال المعادن بقطاعاته الأربعة: شركات الامتياز، شركات التعدين الصغير، وشركات مخلفات التعدين. وهذه الشركات الأخيرة مخلفات التعدين تأتي لتأكيد الدور الذي تقوم به الوزارة في الحفاظ على البيئة، حيث هي تقوم بالتخلص من الزيبق الذي يخلفه المعدنون التقليديون، إضافة إلى القطاع الرابع وهو قطاع كبير، قطاع التعدين التقليدي، والذي يستوعب كثير جدا من الشباب السودانيين في كل أرجاء السودان، وما حققوا من بوتقة لانصهار كل مكونات المجتمع السوداني في هذه المناجم. وفي ختام فعاليات ملتقى ومعرض السودان الدولي للتعدين، تسلم وزير المعادن دليل الاشتراطات البيئية لقطاع التعدين من الإدارة العامة للبيئة والسلامة والمسؤولية المجتمعية، والذي تضمن عددا من الموجهات التي تلزم الشركات بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل. مخاطر التعدين في السودان باتت تهدد مجموعات سكانية كبيرة وتشكل ملوثا بيئيا خطيرا بدأت آثاره تنعكس على الصحة العامة للعاملين في مجال التعدين التقليدي وفي المناطق التي تشهد نشاطا تعدينيا، وهو الأمر الذي دعا الجهات المختصة بمجال البيئة إلى دق ناقوس الخطر وإطلاق إنذار مبكر عن الآثار السالبة للنشاط التعديني. ينطلق هذه الاشتراطات منذ اليوم، لأنه بحمد الله توفيقه جميعنا قد ختم عليها وقد وافق عليها، ولأن هنالك آثار سلبية كثيرة جدا جراء التعدين الأهلي على البيئة وعلى المياه وعلى صحة الإنسان وعلى صحة الحيوان وفي مختلف مناحي الحياة. وكثير من الشباب الآن هنالك موجودين في مناطق التعدين، فلذلك إن شاء الله هذه الاشتراطات سوف تزيد من معدل استخراج المعادن والذهب بصفة خاصة، وسوف تكون إن شاء الله البلاد في أمان، وسوف يكون هناك إن شاء الله مخزون استراتيجي مصان ونستطيع أن نصل إليه بأحدث الطرق العلمية والعملية. وتعمل وزارة المعادن على إيجاد الحلول على قاعدة مبدأ تحقيق العدالة في استخدام الموارد دون المساس بسلامة البيئة بالعمل على تقليل مخاطر التعدين، ما يتطلب تنسيقا محكما بين جميع الجهات وتكاملا للأدوار بين المؤسسات العلمية والرقابية والتنفيذية. أكد المؤتمرين على تأهيل شركات خدمات تعدين عالمية للنهوض بإنتاجية شركات التعدين، إكمال التقنين والتنظيم للتعدين الأهلي حتى لا تضار منه الشركات، تخصيص سعر تحفيزي من البنك المركزي لشراء الذهب وذلك تشجيعا للاستثمار، عاشرا تعظيم عرض إمكانيات السودان المعدنية في المحافل الإقليمية والدولية، 11 التنمية العلمية في قطاع التعدين لتحقيق المسؤولية المجتمعية والثقافية لرفاهية الأجيال القادمة، 12 الاستفادة القصوى من رفع العقوبات الاقتصادية على السودان وذلك بجلب شركات عالمية للدخول في مجال التعدين. الدراسات التقييمية للآثار البيئية للتعدين شكلت ركيزة رئيسية لاستقراء واستكشاف حجم المشكلة توطئة للتعامل الصحيح والمناسب على أساس علمي
وهذا ما عبر عنه دليل الاشتراطات البيئية الذي أصدرته وزارة المعادن بالتزامن مع ختام فعاليات ملتقى التعدين الثاني، والذي شكل وثيقة قانونية لتنظيم وتقنين النشاط التعديني بالبلاد. الصحة العامة هي مسؤولية والتزام شخصي للقائمين على أمر هذه الشركات، يتم فيها الالتزام التزاما كاملا كما يتم الالتزام بكل المجهودات تجاه قضايا الإنتاج. نقول أن قضايا البيئة هي متلازمة، بل هي متكاملة، بل هي العنصر الأساس في قيمة ما يمكن أن ينتج من معدن من خلال مراعاة قضايا البيئة والسلامة. ويبقى المحك على قدرة الأجهزة المختصة على تنفيذ مخرجات الملتقى وتوصياته وتنزيلها على أرض الواقع، بما يحقق السلامة البيئية ويضمن استمرارية العمل في قطاع التعدين دون المساس بالتوازن البيئي المطلوب. مباشرة أرحب بضيفي من الخرطوم الخبير البيئي البروفيسور عثمان ساتي لمزيد من إلقاء الضوء حول هذا الموضوع. أهلا ومرحبا بك بروف ساتي معنا عبر الحدث الاقتصادي. ومباشرة دعنا ندلف لمواضيع أو موضوع هذا اليوم. حدثنا عن أبرز أو ما هي أبرز الحقول التي شملها دليل الاشتراطات البيئية. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة أولا، والتحية عبركم للسادة المشاهدين داخل وخارج القطر. الدليل هو عبارة عن تعريف بنظام إدارة البيئة والصحة والسلامة بغرض والمسؤولية الاجتماعية حقيقة. فالدليل يشتمل على حوالي 11 جزء فيه اهتمام من التعريف بالأهداف، أهداف الدليل، وأيضا فيه سياسات من الأهداف، التزام القمة الهرمية للتعدين ممثلة في السيد وزير المعادن بالتزامه بهذه الاشتراطات وتطبيقها على أرض الواقع. وزارة المعادن عندها شركة رقابية بها إدارة متخصصة لإدارة الصحة والسلامة والبيئة من الناحية الرقابية. والدليل يأتي تكملة لأدوات الرقابة، ولعله تم تدشينه اليوم من قبل السيد الوزير، ويعد إضافة مستحقة وإضافة مرحب بها للحفاظ على البيئة والصحة والسلامة لدى العاملين والمجتمعات القريبة حول التعدين. وكما معلوم التعدين أو المعادن هي ناضبة، ويعني الحق فيها للحاضرين وللأجيال القادمة، فمسألة مهمة جدا جدا كما ذكرت في استعراضكم، أنه مهنة التعدين أو صناعة التعدين بها كثير من المخاطر، ولكن هذه المخاطر يجب أن تكون مسيطرة عليها وتكون مقدرة ومعروفة. وهذا يعني عمل السادة المهندسين، ولعل هذا الدليل يصب في هذا الاتجاه. نعم بروف ساتي، يعني من هم شركاؤكم في هذا الدليل أو إنشاء هذا الدليل، وعلى أي أسس تم وضع هذا الدليل؟ الدليل أولا تضافرت فيه جهود يعني وزارات المختلفة، يعني إدارة أو وزارة المعادن بدءا أشركت الوزارات ذات العلاقة، مثلا وزارة البيئة، وزارة العمل، المجلس الأعلى للبيئة، فأشركت بالإضافة للخبراء السودانيين، وهو الدليل الحمد لله دليل سوداني شارك في وضعه متخصصين، بعضهم عنده خبرات في مجال النفط، وبعضهم عنده
خبرات في مجال التعدين، فإن شاء الله يعني فيه تكامل وإن شاء الله فائدة لبلدنا. هي فائدة أكيد، ولكن هل لك أن تحدثنا عن هذه الفائدة يعني من هذا الدليل بما يخدم أكيد قطاع التعدين؟ نعم، كما ذكرت، أولا فيه التزام القمة الهرمية ممثلة في السيد الوزير وزير المعادن بأنه المسألة مسألة جدية، وأنه قطاع التعدين من الناحية الرسمية أو حكومة السودان بتلتزم بهذه الاشتراطات يعني، ودي مسألة مهمة جدا. أي عمل إذا كان القيادة هي يعني بتتحرك فيه هو بيتم وبينجز بنفس القدر. طبعا الدليل بيحتوي على أجزاء كثيرة، يمكن حوالي 11 جزء أو تشابتر بيتكلم عن السياسات، وهذه السياسات يعني الدليل بيتوخى أنه كل شركة من الشركات العاملة يكون عندها دليل مشابه لهذا الدليل لكل موقع فيه عمل، فيه الأهداف، فيه السياسات، فيه النظام، نظام الإدارة. من الأشياء اللي تميز هذا الدليل أنه في إدارة المقاولين، لأنه المقاولين في معظم الأحيان يعني من ناحية إحصائية الحوادث بتكون من طرفهم، وإدارة التغيير في التكنولوجيا، التغيير في الأشخاص، فيعني في معظم الأحيان ممكن يكون مصاحب له حوادث. فبدءا يعني تدريب الناس وإنه كيف إدارة هذا التغيير. نعم بروفساتي. نعم تفضل. أيضا في الحالات الحوادث أو الكوارث فيجب أن يكون الناس مستعدين لها وجاهزين لها، ويعني كل حاجة محسوبة وكل حاجة يعني الناس تتوقع أسوأ الاحتمالات وكيف تواجه هذه الاحتمالات. نعم. طيب بروفساتي، يعني الآن إذا أخلت هذه الشركات بالضوابط والمعايير التي يجب عليها الالتزام بها، ما هي التدابير التي تتخذها الوزارة في هذه الحالة؟ الوزارة يعني حسب يعني ما نعلم وما جاء في هذا الدليل إنه ملتزمة جدا، لأنها هي بتمثل مصلحة الشعب السوداني، المصلحة العليا. فإذا كان في شركة غير ملتزمة من حق الوزارة إيقافها مباشرة. وأيضا الوزارة يعني، وهذا برضو من الحسنات اللي يعني تشكر عليها الشركة السودانية للموارد المعدنية ممثلة في إدارة البيئة والصحة والسلامة والمسؤولية المجتمعية، عندهم رقابين في الميدان يعني، هم بيكونوا موجودين في داخل هذه الشركات بيمثلوا مصلحة الشعب السوداني. نعم. طيب الآن بوصفك مسؤولا عن الرقابة والإشراف على شركات الامتياز، ما هو تقييمك لعمل هذه الشركات؟ أولا الحمد لله يعني ربنا حبى هذه البلاد أو بلادنا بثروات هائلة نحمد الله سبحانه وتعالى عليها، وطبعا في تدافع. التدافع فيه ناس أو فيه شركات طبعا عندها مهندسين وعندها ناس متخصصين اللي هم ديل يعني يتوقع أنه يستخرجوا المعادن دي والبلد تستفيد منها وبدون مخاطر، بدون حوادث وغيرها. لكن طبعا في يعني أطراف يعني داخلة في التعدين الأهلي، وهم يعني بيعملوا في هذا المجال لكن ما درسوا الدراسة الكافية كما درس هؤلاء المهندسين والمختصين. نعم بروفساتي، تحدثت أنت قبل قليل عن التزام الشركات بسلامة البيئة والمسؤولية المجتمعية، يعني حدثنا عن مدى الالتزام أو بنسبة كم بالمئة تلتزم هذه الشركات بسلامة البيئة والمسؤولية المجتمعية؟ وطبعا يعني
من ناحية هندسية يعني في علم الهندسة والمخاطر وال يعني المخاطر أو ما يسمى بالريسك باللغة الإنجليزية ما ممكن تصل لمرحلة الصفر، لابد أن تكون موجودة، ولكن تقليل هذه المخاطر والسيطرة عليها يعني، فالمسألة مسألة تحسين مستمر ومسألة رقابة مستمرة وتوقعات مستمرة يعني ممكن يحصل شنو، فبالتالي الإعداد له ويعني إصحاحه أو تصليحه قبل أن تحصل المشكلات. لك جزيل الشكر البروفيسور عثمان ساتي الخبير البيئي على وجودك معنا من الخرطوم والحديث حول التعدين وسبل السلامة والشركات والمسؤولية المجتمعية لها، وهو موضوع كبير من المفترض أن نفتح له ملف أكبر، ولكن ستكون معنا بإذن الله تعالى في مرات مقبلة عبر الحدث الاقتصادي. شكرا جزيلا لك بروف. شكرا جزيلا. الآن عقب الفاصل إلى طائفة من الأخبار الإقليمية الاقتصادية.